نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام الذهاب إلى الصفوف المتأخرة حتى هل يشرع للإمام أن يذهب إلى الصفوف المتأخرة حتى يتأكد من تسويتها؟ نعم، إما أن يذهب وإما أن يوكل من يذهب إليها. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يقال بأن هذا من السنن المهجورة حيث لا نرى من يفعل ذلك في أيامنا هذه؟ نعم، هذا من السنن المهجورة إذا حصل خلل في الصفوف، أما إذا لم يحصل خلل في الصفوف فلا حاجة إلى أنه يذهب. إذا حصل خلل وإهمال فهذا من السنن المهجورة من الإمام ومن المأمومين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.